كدمعة صديق برضو شغال بحكم العمل بتاعه يعني في النولج مانجمنت وفي البوزيشن المشغل هيجيلي عن الريسيرش براكتس يعني لما يكون شغال في كلينيكال ستادي ولا حاجة هيدينا تفاصيل عن الموضوع ده ربنا يكرمه ان شاء الله. عمرو طبعا بقى من اول دول يعني شجعني ان احنا نعمل بتاع الورك شوب يعني كده وبتاع كان ريسبونس لواحدة من الباحثات هي عملت ماستر تجمع علمي بامبليت وبتعمل حاجة مهمة جدا في طالب مثلا طلب بتوع ماجستير في طالب بتوع ماجستير بيرسلوا لي الباحث بتاعه الباحث مكتوب بالانجليزي لكن عارفين هي بالانجليزي فبكون ده اللي هو ايه؟ انجليزي ده كده يتسوى فبيرسل يا اخوانا ما عيب العلوم ده بقى فبيرسل لها هي بقول لها راجع لنا الانجليزي بتاع الاستاذ ده لان انا نزلت على الاي تي بكتاب الاي تي بتشوف الانجليزي تقوم تصلح لنا وترجع لنا البيبر الثاني فاخر مره السنه ده قام برنت ده اخوانا ما قدرناش يعني كل مره بتيجي حاجه تنشر عبر ويدي تراجع اللغه احنا ما قدرناش ده فهي بالمناسبه هي بدات الموضوع ده اللي نعتبرني ايه ما معنى يعني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يا عمر عليها صعب جدا على البرزنتيشن بعد البرزنتيشن بتاع كريتيفيتي بعد هو البرزنتيشن بتاع ابلاي كريتيفيتي فا اتس ريلي انترستنج زي ما قال عمر احنا كنا بنتكلم في الجروب على الناس الجروب السودانيين ريسيرش انشيتيف كنا نتكلم عن شنو ايش ممكن تبقى قيمة للباحثين السودانيين ولا الاطباء السودانيين فانا الوقت ده طبعا اي دونت نو ذس يعني ما كنت عارف من الخير يعني الان كلهم بروفيسور دكاتره وكلمات كريتيفز ف كنا نفكر هاو وي كان هيلب السودانيز سو البرزنتيشن ده ما هيكون فاني شديد للحسام ولا هيكون كريتيف للدكتور ولا هيكون نو جابون زي ما كنت عارف It's research in practice. كنت أتكلم عن شو هي الـ field methods والتكنيكس اللي هي محتاجة الطالب عشان يعمل في clinical studies. I'm still PhD student. I'm not a doctorate. لكن those are some of the techniques we have learned from during our studies in Sweden. هتكلم عن clinical studies لأنه بفتكر زي ما قال الدكتور علينا كان بيتكلم عن experimental research هو في research هو all is a theoretical research وفي research هو by nature هو عبارة عن empirical study most of the researches اللي هم بيكون في علاقة السودان I think it goes an empirical direction for one way or another لأنه في كم factors بحيث للقصوي الناس اللي كيف الفرونت بتاعك والمنتج بتاعك ممكن يكون احسن؟ وبيبدا الفكره غريبه والله كوستنت انه انا الكلمات اللي بجيبها هي اوريدي بريفيسلي ام ابلاينج النولج اللي اتعلمتها انا وانا قاعد هنا ديورينج ماي بريزنتيشن فاتكلمت عن الاكسبلويتيشن هاو تو اكسبلويت سمثينج اند هاو تو اكسبلور سمثينج الاكسبلويتنج انك انت تطلب مدارك اخرى مختلفه تماما والاكسبلورنج انك تتعرف على حاجه معينه فدايما الفكر الصديس مفيد جدا ان انت عم تسبلويتنج الاكسبكتيشن او اللي انت ما اخذتيها او هاي كونس ما اخذتيها. الفكر ريسيرش ممكن يكون كيس ستدي ممكن يكون سامبل بيز ستدي ممكن يكون حاجه مرضى الناس. طيب وانا شغال بسمع من الدكاتره الكرام برضه كنت بعدي في البرزنتيشن سلايس على اساس انه انتم افويد نسيب الحاجه المكرره ما هي تكرر ثاني. ما شايف اضطرارنا للكوانتيتي ريسيرش ميثودز والكواليتيف ريسيرش اللي هو دي حاجه احنا معظمنا اخذناها في الريسيرش بيولوجي لكن ما تضبطناش في براكتس يعني شو هو التحليل الكمي هو
مفهوم التحليل النوعي. فانا هدي اكزامبل بس الكوانتيتيف ريسيرش مثلا ممكن تكون سيرفيس زي ما قال اسامه برضه اوف لاين اون لاين كويشنيرز فور اكزامبل، ممكن تكون بيرفورمانس ميجرز، ممكن تكون حاجه انت بتقيس بيها زي سكور زي تايم نمبر اوف ايرورز وات ايفر، ممكن تكون حاجه اسمها لوج فايل اناليسيس ده انت بتمر التجربه وبتسجل التجربه، وده الكلام اللي هتكلم عنه لانه ليه انا بتكلم عن واحده من الميثود اللي ممكن تكون رخيصه جدا شيء انا ما هقول نو كوست لكن هقول كوست افكتيف وتابلايز للسوشيال ساينس تابلايز للبراكتيكال ساينس. انا لازم في سوفت وير انجينير وعملت ان اس سي في جيو انفورماتكس ولسه شغال مالي مانجمنت او انفورميشن مانجمنت مالي مانجمنت. So, نحن ويبليد إنه زي ما كنت أريده قيمة الديفرنسيسيس ما شرط إنت طلبت بيسي كده ميكانيكا إنجينير it means حتى جي خط بيسي ميكانيكا إنجينيري بيس حتى تبقى بروفيسور ميكانيكا إنجينيري. الكوارتاتي بسيبتو شوص اللي هي طرق تحليل ما كمي هي دوري زي الوزرميشن بزي very very easy to find it لأنه all of us we have observation skills. في عارفين بتقول كلها طرق تقليديه عارفين حاجه اسمها انترفيو انترفيو عن مره كثيره برضه زي ما عارفين ممكن يكون فوكس جروب انترفيوز ممكن يكون مان تو مان انترفيو نو جندر اوفنس يعني مان تو مان مينز يعني زول لزول. وانا هتكلم عن استراتيجيه هي دي اللي حركت عليها هسه اللي هي الناس ما شويه كده ما جايبه خبرها هي تيم كلاود استراتيجي اتس نوت ا نيو استراتيجي لكن اتس نوفيتي. تيم كلاود واحدة من الحاجات اللي نسميها الفيلد ميثودز، وفيلد ميثود معناته ريسيرش بيعتمد على شغل التحكيم فيلد ما شرط يكون خلل. It could be أي instrumental approach premises. والفيلد ميثود هي كولكشن بتاع ميثودز الفيلد ميثودز بيتعرف فيها الباحث أو الريسيرشر على كيف المستخدم كيف اليوزر بيستخدم برودكت او سيرفيس معين في اشهر انفايرمنت في البيئه الخارجيه بتاعته، او بمعنى ثاني كيف البيهيفير بتاع اي برودكت او سيرفيس او فينومينا في اشهر كونتكست بتاعته. ليه الفيلد ميثود؟ لانه كثير جدا جدا من المستخدمين أو كثير جدا من أنواع الريسيرش أو الريسيرش تايبس ما ممكن تصل. إحنا قلنا الريسيرش something that can add knowledge يعني knowledge added value مش كده؟ أو حاجة إضافة جديدة. إذا لا تجيب أوريجنال ريسيرش أو تضيف إضافة جديدة في أنواع كثير جدا من أنواع المشاكل بتاعت الريسيرش أو problem definitions ما ممكن تصل للconclusion بتاعتها أو تصل للبيتر أنسر مش البيست أنسر زي ما قال الدكتور الناس انك انت تشوف الحاجه شغاله فيها في الاشهر كونتكست او في المحتوى التعليمي. واحده من الاكزامبلز البسيطه كنا شغالين بيها كنا شغالين مع رواد الاسعاف في السودان. المشكله كانت كثيره خياليه يعني ما زي كده في السودان مشكله ما لي في الحقيقه كده لو لكم في الحين. المشكله انه في سيستم مستخدم للتبع على رواد الاسعاف والجيس تبع الامرجنسي والسيستم ده عنده حاجه اسمها الاستيميت اوف تايم ارايفل اللي هو مواعيد الاسعاف. المواعيد كان فارقه في ديفرنس بين الاستيميت اوف تايم ارايفل بتاع عربيه الاسعاف لغايه ما تصل عربيه الاسعاف في البيت المعين بتاع الاميرجنسي 2.4 سكند ثانيتين و4 من 10 الثانيتين و4 من 10 they think انهم it makes great difference between life and death. Because they respect lives. And we respect lives. لكن في النهاية في التكاري the problem the mission بتاع الحاجة كان موجودة. كنا لازم to enhance the user interface كان موجود. فمشينا وقمنا نجرب طريقة جديدة اسمها تيم كلاود. All of us with تيم كلاود. نحن سودانيين لا معروفين نحن نفكر بصوت عالي. نحن ما نستخدم. ايه؟ والناس يعني. من وين تفكر؟ فواحدة من الميثود بتاع تيم كلاود الريسيرش ميثود الفيلد ميثود اللي هي تيم كلاود انه المستخدم تطلب من المستخدم بتاع السيرفيس او البرودكت انه يفكر بصوت عالي يعني يتكلم براوي ما زي مجنون
will tell them about during the service, how to do the process. لكن انت بتعمل ريكوردينج للحاجه اللي بتعمل فيها وبتعمل اوبزرفيشن بطول معين. الميثود سيمبلي بيعمل الاسعاف في السيرو والسيرو لايف سنتر كلها. فدي تشيف بتاعت الكاب موجوده هي نيرس ومرن على الايمرجنسي بريبيرنس او ال الايمرجنسي ريسبونس هو استجابه للطوارئ. فكان هي بتستخدم السيستم وانا دايرت في الكومفورت والسيستم عشان اشوف المشاكل شنو في الاستخدام الكامل وده بيوقعني في حاجه اسمها يوزابيلتي لو الناس تسمع الدايره اللي هي which is very very important issue قابل الاستخدام تو اكستند الحاجه اللي هي ايضا ممكن يطلع برودكت او سيرفيس فهي هل الخدمه دي او برودكت قابل الاستخدام ولا لا فالسيرفيس اللي كنا نعمل انتراكشن على السيستم الكلام ده 2003 ثرو ديتا شغاله وفيديو ريكوردينج ودي الميثود سيمبلي انا ده اوري انه في سيم ساوند ووك ميثود هسه حاليا اديت الكاميرا زمان كانت مشتركه هسه حاليا اي زول في موبايل موبايل اي موبايل يقدر يشغل الكاميرا والان في انا شايف في موضه جديده طالعه على السنتين كده بتاعت المطورين محصوله على بوش في الفيسبوك يعني وتش از فيري جود انا نو اوفنس يعني انا بقدر اتكلم لكن اوكي اخوانا انا دوكيومنت ايفن دوكيومنت صوره والنحله اللي عامله كده وعامله باك جراوند جراي سبحان الله كله سبحان الله لكن سبوت ان انا تيوز التولز السيمبل اللي عندنا اون اور هاند دي زي ديك الكاميرا زي الفيديو ريكوردينج في ريسيرش ميثود ويتش كوست اولموست ناثينج لانه ناثينج مش معناته المفروض اشتري ديك الكاميرا اللي كان بوري من زول عارفه او غيره التيك الاوت It doesn't work alone. كلنا عملنا combination مع other method. They do both interview. ومنطلع الفرص. بيشوف الزول ده أنا وأنا صورته. بشوف ملاحظين على الشمال هنا. بشوف وهي تشتغل بيتكلم بصوت عالي. وأنا بلاحظ مع الـ AI tracking برضو وعندي software تسجل بلاحظ شنو الـ obstacles أو شنو الـ challenges في الاستخدام. وهي شغالة فيه. الكلام ده في evidence يعني طلبات وراثي حقيقة وفي ثلاثة رأس مصابي هناك ما في مطاج براها وإسعاف براها وحركة والحركة براها و... سيف أور سيلف سنتر يعني قبل أربع يوم كنت في تراسيتين حصل أنا حاضر بس كده ماشيين ولا ماذا وحصل حادث مزعج جدا جدا المهم بتاع باتور كده جا ماشي وخمله ورش كده كاميرا في الخمسينات من العمر فاحنا الحادث اللي جنبنا فاحنا اتخلعنا خليك من الناس فنزلنا ف الزول جاب طبعا في النهايه فقمنا ضربنا تليفون انا اول حاجه في ذهني قلت ساعه ضغط ساعات قلت لهم يا اخوانا يا اخي في حادث حدث يعني حقيقي نتعامل مع كويس عليه ويوم الله في ثلاث دقائق حقيقي اكون كويس قال لي أضرب الإسعاف برضو إحنا جايين نضرب الإسعاف فجأة ضرب الإسعاف ضرب الإسعاف قال لي والله يعني عندنا سبع أعضاء طلعت والله منهم قاعد تتكلم بصوت عيالي قلت له يا أخي أنا في ناس مزعلين زي وأسمعوا عيالي وريني اللي إحنا عم نعمل شو يعني فقام قال لي يا أخي والله يقرب علي دقيقة 25 دقيقة ونحن بنتكلم عن ريسيرش هنا 2.4 سكند انا اي دونت بلين يعني صعب لكن انت اقول انه الريسيرش كونتكست بتاعها يكون ادابتف للمشكله الموجوده. رغم ان يعني انا ممكن اعمل ريسيرش عشان انها 2.4 سكند بتكون لايف اند ديث. رغم ان اعمل سيمبل موديل لو انا مهندس ولا انا اركتكت او وات ايفر عشان تو انهانس الحاجه. لما هي في النهايه بيعمل مثلا عمل سيرفر تخيل بس ثلاث ساعات راكب علينا يعني اثنين من الركشة واثنين جنان في عربية وطبعا ناس حوالينيك وبرضه هي طويلة ومشينا بسيطة ونفس اللي عايزين نقول حاجتنا نحن في النهاية الحمد لله رب العالمين كلهم طلعوا كويسين واحدة بس أذى شوية كده شديدة فنرجع للستوري تاني التيك الاوت هي اتس بوث كواليتيف اند كواليتيف ريسيرش بتكون 200 كواليتيف احنا قلنا يعني شنو ريسيرش كان بنوعين بتكون كومباين توجيتر لو انا انتجريت الميثود دايما يا اخوانا في الريسيرش ما بشتغل بالميثود دايما انا ام وركينج وذ مور ذان ميثود اف ات ريكويرز عشان تكونسولديت الاوت كم بتاع الريسيرش
فانا ممكن كومباين الديتا لاو بالفوكس انترفيو بين اللي عم كلهم كروبس كده واخلي كل زون لانه ده اللي قاطع ده وده اللي قاطع ده وده اللي بيديني فكره فايت سبارك الاي دو تريجرز ويت ريز مور كويشن فور مي ده فرق الفوكس برو انترفيو من المان تو مان انترفيو. واحده من الريزلتس دي كده عملت الاسعاف لو لاحظتوا النافيجيشن سيرفيس هم عندهم مشكله تجريبيه انه في الشتاء مع الاكتشاف بيقول الاسعاف ممكن تكون مشاكل في دامه لكن this one data diet is done in the diet في الـ ETA diet. نحن لا قدر الله بالاحوال العاديه عندنا مشكله. انا ما بنتغش في الواقع، انا بقول انواع انواع المهنه انواع المشاكل ممكن تكون مشكله فيها، انا ما بنتغش في الواقع ده. لكن بنقول برضه اللي احنا لو حصل حادث، الحادث ده كان حصل، لو كان في كتاحه سريعه على الواقع ما كنا هنلقى كده ممكن اللي بعدهم واللي بعدهم واللي بعدهم يخشوا في الحادث يبقى عندنا كومبلكس عكسي بدل ما يكون عندنا سيمي عكسي. الثينك لاو برضه ممكن نعمل لها كومبينيشن مع حاجه اسمها الاي تراكنج انك وانت بتصور في سوفت وير انت يو اوبزيرف اوبزيرف كيف اذر ايضا مونيتور ريكوردنج الموجود في سوفت وير بعدين بيسترجع الحاجات دي تايم سيريز بيسموه اللغه العربيه اللي اتكلمت عنها وبرجع للتفصيل لكل لحظه انا اديتها في الانبريك الصغير. ده الاكزامبل بعد كده يبقى ميكس بالذات المهندسين الموجودين هنا ده كان ميكس الثينك اباوت الكونتكشوال انكيوري بالكونتكشوال ديزاين اللي هي الميثود الديزاين الموجوده. في الحاله دي الناس اللي بتتكلم عن المودل الثاني اللي بتتكلم عن بروتايب مودلز اللي هو بروتايب الجزء الاولي يعني سكراب ريورد. انا بسمع حاجه من الثينك اباوت وبحلل حاجه وبقوم بفتكر الحاجه احسن ممكن تكون كده لكن ما تكون الحاجه احسن صحيح؟ بستخدمها بعملها ريزبيل ثانيه وثاني برجع سو اتس ايتريتيف بنسميه سكراب ريورد. شنو هي اخر حاجه؟ شنو هي التشالنجز ممكن تكون والليميتيشن من الثينك اباوت؟ انا بفتكر الثينك اباوت ممكن تكون فيري سكربل ميثود حتى السوشيال بالمناسبه هي في حد ذاتها هي كوميدي سينس كوميدي سينس بعرفها ناس سايكولوجي وناس I'm not psychologist, I'm high tech oriented لكن في النهاية it's best in common sense لكن في النهاية يا اخوان الميثودز ذات لو ما دخلت في other disciplinary research في السيستمز كلها لو ما دخلت الميثودز you cannot produce something innovative بتكلم عنه ضروري كان ان حاجة تصير بالهيومانيتي كيف كان تصير بالهيومانيتي عشان كده البيبر كان بيتكلم عنها كارولي قلت لها 12 كلها بيتي اوفر I think it's one of the الحاجة اللي تكون interesting experience اللي تكون rich experience إنك أنت to integrate your thoughts with others ودي very hard to do it. يعني أسهل تكتب ورقة براك أنت بيكون فيها limited scope في النهاية لكن لما تشتغل شغل تحكيم ورقة بتاع collaborative paper أنا حاليا لما سميتها 2004 عند الماستر شهر 10 أول فرصة بتاعت ماشي اللي يعني أول كان في شهر 5 كان في كايرو ونشرتها من الماستر في السبعينات. لما مشيت انا كنت متردد انشر ولا ما انشر شوي لانه انا في الماستر السوبرمان داير يعني كفايه بتاع 16 مره كده 1 2 3 4 16 كويس؟ رجعني في كريسيس رايت اي هاف تو سي ذيس كويس؟ اول مره قال لي يا عمرو يا اخي الاي دي سبوت كليك جيتنج المعاد امشي امشي اقرا طلعت عليه بالطريقة دي مشيت بيه بعد كم يوم قال لي والله يا اخي يعني واضحه لكن الميثود المفروض تمشي تعمل اكسبورنج اكتيفيتي كونسبت بيبر عن الماستر فيس الحكم وانت عملت الكونسبت بيبر مصلح فيه 7 يوم ورجعوا لي قال لي يا اخي بعد الكونسبت بيبر ده تعمل لي بروبوزل بيز على الكونسبت بيبر مشيت عملت البروبوزل قال لي تعمل لي برزنتيشن عن الانتجريشن بين الكونسبت والله زي ما حسيت لكن في النهايه اي ريلايز انه بعد ما خدت الثيسيس بعد سنتين وكم شهر من الديفورس انه والله انا اي او ذيس مان مايكل ودوك جيت ماي سوبرفايزر بروفيسور مايكل ودوك انا ما جيت ليه وليه لانه علمني كيف اكتب ريسيرش انا لما طلعت من هنا كنت بعرف اكتب ريسيرش بعد كده لما جيت في كايرو وعملت البيبر حول العالم الموسع الحمد لله ما كنت متوقع ما كنت خدت في راسي حاجه اي جوت ذا بيست بيبر اوير اند ذا بيست يانج ريسيرش في عالم ما Thank you.
experience, من الوقت ده بيأسع. Unfortunately, I had not done a lot of communication, only 6-7 papers. أول paper بعد 9 سنين من الماستر اللي عملته أسعانا اتمشي في جوبر كان سنة. All of them, the rest of the papers were conference proceeding papers. يعني papers منشورة في مؤتمر إقليمية وعالمية لكن ما يوجد which is different. فالعادة إذا لقيت الفاينلستين still we are all learning. I hope you know that for such a thing, we are all here, inshallah. We are learning, and we are, with our humble knowledge, we have very humble knowledge, we are ready to transfer and